تخيل تكون غادي في الطريق ويجي عندك ولد صغير ويقول لك خو ما عندكش ابل لحظه جيت البارح انا وياه هنا وخلاني ومشى للطريق بابا. كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالك؟ تشوف ديال السباسي هذا الحال هكا راه تصدم ما تشوف ولا شي واحد ما اكثر ما يقدرش. هذا اب هذا ها ودخل الصحه هذا اختي دخل الصحه لا دخل الصحه واش ما تولدوا تلفوا الدار الزقه نعم وان ما بقاش عندك شي ابل خو ما عندك شي ابل نعم ما بقاش عندك شي ابل عمي ما بقاش عندك شي ابل خو ما عندك شي ابل الحفظ والا شي ورا خصك تمشي للبوليس تقول عليهم عيطوا على جدة صيلت بو الكلب زيد يلا معايا عند البوليس هم ما عندكش ابين صنع الوالي لا خو ما عندكش ابين خو ما عندكش ابين الحفظ ما صنع الوالي جي النمره 07 الو بابا تا واش تعاوتاني واش باقي مبايش بعد مني الو اش خليتيني البارح نمشي شي قلت سير بعد منا صاحبي سير عند امك سير عندها ما تجيش عندي انا علاش بنت امك بعدك علاش نمشي بعد منا ها علاش نمشي بعد منا بابا اش باغي نشوفك لا انت انا امك سيروا بعدو مني اصاحبي شنو درت لك انا شوما اخويا ولدك شوما صاحبي تقول لي بحال هاد الهضره هادي راه دير من جانب انساني راه شو مش تقول ولدك اصاحبي بحاله اخويا ولدي وانا نربيك بيني وبين ولدي راه بقى في الصاله مالو نديو مالو ايوا سير اخويا الله يسهلك يلا تمشي اخويا مرحبا من دابا انا مبغيش يجي عندي هو قولي نجي ديني الا بغى الحفظ البارح قال لي زعما نجي هنا ندورك شق الله يحرك الوالدي راه ولدك اصاحبي واش كنت شو واش يقول ولدو بحال هكا الدنيا مسكينه مخلوه السلام عليكم اسمح لنا حنا خلعناك معنا حتى في واحد البرنامج ديال تجارب اجتماعيه على قناه شوف تي في اليوم الدري معنا انا هو اللي كنت لعب الدور ديال الكوان عجبنا التدخل اللي درتي عجبنا زعما الاسبري الانساني اللي فيك وكذا بغيتك تقول لنا شي كلمه زعما علاش انت درتي هذا هذا باش تديني البكيه صح هاني 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 والله تهاني يا فضل انت عندك الدور عندي فهاد الدار انا تشوف ديال السباسي هذا الحال هكا راه تصدم ما تشوف ولا شي واحد ما اكثر ما يقدرش الله يلاق لنا والله اسمح لينا والله اسمح لينا قول لي يا خويا كاين من الناس اللي كيتخلاو على وليداتهم بصح ولاد الناس هادو يبدلوا الراي ديالهم ما تشوف اصاحبي غير بالليل تما تشوف شوف شي حالات راه يضرك راسك ادري صغيره عمرك جيتي بالليل هنا حتى في البرنس هي لتحت حدا ديك المحله باش شوف الدنيا صغيرة تجي عندك عطيني 5 دراهم ولا شيني ولا شحال من مرة تجي شوف باش تجي تهضر معايا وتبقى الدنيا صغيرة متعرضة لاغتصاب متعرضة لشحال من حاجة تتولي هي غادية السارقة أول حاجة ثاني حاجة تتخرج على راسها البلية وسميتو
انا والله الا اول البارح دين شفت واحد الحاله راه شنو نقول لك شارنت الدريه داخل عندك مول الحلابه اللي تما كاين عطاني ما ناكل وباينه فلا مسكينه شفت شفت بحال هكا قال لها مول الحلابه الناس الا خرجت شي شحال تو بدا يعطيها انا نخلص عطاها شي كلاش بحال هكا واحد اللحظه تميت انا غادي خارج هي تمجيه من الوضع يعطيني 5 دراهم قلت لها خواتي 5 دراهم قالت لي راه تما خذ بالك الدوليو ولا هو هذاك تيتشمكرو كيفاش ناخذ هذاك باش ما نحس لا بجوع لا بوالو باش تضل صابر حيت فاش يديروا في شي تيترفع خويا الله يرحمك الوالدين هادي خويا ماشي مشكلة هادشي دابا شكرا اخويا الله يرحمك شكرا بزاف اخويا الله يعاونك لا تعليق انا زعزعني هاد السيد ما كنتش كنتسنى انه غيبكي ولا غيدير شي غيدير شي رياكسيون بحال هكا شوفوا الرياكسيون شنو جيت البارح انا وياه هنايا وخلاني ومشى للدار شكون بابا بغيتي ابيل دابا؟ من البارح كنت انا؟ 06 07 07 08 05 07 الو بابا علاش نبعد منك علاش خليتيني البارح هنايا ومشيتي علاش مالي انا شنو درت لك وانت وماما وانا مالي الو السلام عليكم اخويا البنت مسكينه ولقاتو في الزنقه الله يعطيك الصحه اخويا ما تخليش بحال هكا قولي رجع يديني خشب الله يحميك الوالدين اخويا ما تخليش بكا والله شوف هو باقي صغير غيضيع لي ار ولكن هذا رحشو ما يضيع والله غيبقى تقليدو عليك غيبقى تقليدو عليك ما كنسمعكش الو الو نعم اختي شنو قلتي الو الو نعم اختي شنو قلتي كنسمعك انت باغا تجيني علاش غادي نجي ليه يمشي عند مو الا بقى فيك الدي عندك ولكن انت ماشي بويه واش ودخل الصحه هذا اختي دخل الصحه لا دخل الصحه واش ما تولدوا اللوحو والدراري الزقه ماشي شغلك نولدوا اللوحو ماشي شغلك جابك هنا باش ماما فين كاين ماما ما عرفتيش فين قايلة ما عرفتيش فين كاينة وقايلة كاينة في الحي محمدي انت فين بنتي البارح بنتي هنايا لديك القهوة السلام عليكم اختي انا وبا انت معنا في واحد البرنامج شوف في ذا انفلونس سمح لينا على هذه تجربة كنديروها للناس باش نشوفوا لي رياكسيون ديالهم كاين بزاف ديال الناس اللي ما تسوقوش للوليد كاين اللي تعاون معاه كاين اللي بغى يدي معاه لدارهم كذا دونك علاش انت درتي هاد ردة الفعل؟ حيت بان ليا باقي صغير مسكين و ممكنش اسمح لينا اختي الله يسهل عليك بقى فيا بالي دري صغير وكتشوف الدراري كيضيعوا بحال هكا شحال من واحد كتلقى مسكين ضاع في حياته على قبل المشاكل ديال الوالدين انت في نظرك كون انا بصح خليت شنو كنتي باغا ديري ما عرفتش شنو كنت غندير ما حرت ما قدرتش نمشي ونخليه كنبقيت كنفكر شنو غندير سيرتو كيبان الدري نقي كيبان الدري مسكين ديال الزنقه ماشي ديال دونك انت شنو الرساله اللي توصلي للناس اللي تيخلاو بصح على وليداتهم وتيخلاوهم للزنقه زعما بسبب مشاكل ديالهم ولا بسبب بزاف ديال الاسباب دونك كما بغات تكون الاسباب راه ما خاصهمش يخليوهم ياك شنو الرساله ديالي هما يتهلاو في ولادهم يجيبوهم عندهم وما يخليهمش هكا يضيعوا المستقبل ديالهم هذا ما كان السلام عليكم واش كيما كي دارو لاباس
واحد الابن ديالك راه وضيع هنايا في طرابلس. انا بغيت نسير عند امك باش ما نضيع، ما بغيتيش اخويا تخلي لي مسكينه الزقه باش غيمشي من عندنا فلوس لا والو. دبر راسو وانا بغيت نسير عند امك ما يجيش عندي انا. وباش غيمشي عند امك؟ دبر راسو وانا ماشي شغلي فيه، ماشي شغلي فيه. انا شفت التليفون انت اللي جاي. ها الو 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 باب وي شكون معاك؟ الو انا ولدك. شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ واش خليتي البارح حنا ومشيتي؟ نعم واش خليتي البارح حنا ومشيتي؟ عند امك انا مغيتكش اصاحبي، سير بعد مني. وفين نلقى ماما دابا؟ الله يحفظك جي عندي. الله يحفظك. هذا اب هذا ها ما عطاك لا فلوس لا والو، خلاك بزاف ما والوش عندي. جينا البارح هنايا وقال لي تسناني نمشي نجيب شي حاجه ومشى. هو فين كيسكن؟ يسكن في سيدي مومن. وراه خصك تمشي للبوليس تقول عليهم عيطوا على جده صيلت بول الكلب. زيد يلاه معايا عند البوليس. فين هو؟ فين هو من البوليس؟ فين؟ ما عرفتش. ما يجيش يجي يلوحك ولا شو والدك باش يلوحك؟ زيد السلام عليكم. نعم شفتي في واحد البرنامج سمح لينا على سمح لي سمح لينا بزاف الله يرحم لك الوالد. سمح لينا ما تصغروش لي وجهي ما غيبانش وجهي. سمح لي الله ماشي ما كانش هذا هو القصد. انا نمشي ندي معايا الدار، انا نمشي نديكلاري بالبوليس وندي معايا امسي. صبرت ما انا سالو لي الكلمات دابا والله ما عرفتش شنو نقول لك. زعما انا كانيماتور خصني نهضر معاك والله ما عرفتش شنو نقول لك. سمحي لي بزاف ماشي هذا هو القصد اننا نبكيو كل شي حاجه، ولكن تنحاولوا نخرجوا الجانب الانساني من الناس، نحاولوا نشوفوا ردود الفعل ديالهم. حيت كاين بصح اللي ما تسوقش ليه، كاين اللي قال ليه سير في الترام، كاين اللي قال ليه زعما بصح كاينين هاد الحالات هادو. دونك انا كنمشي مع البوليس ونعطيه شويه الفلوس. شكرا بزاف. سمحي لينا زعما شنو الرساله اللي ممكن توصلي للناس اللي كيتخلاو على وليداتهم كما بغات تكون المشاكل اللي عندهم؟ ما تكون ما خصهمش يتخلاو على وليداتهم. طرف من الكبده هذا ما عرفتش انا اشوف مشات لي الهضره كذبش عليك فريمون شوكيت لواحد الدرجه ما تصورش. من قال لي بنت في الزنقه و سمحي لينا بزاف. شكرا بزاف على هذه الرياكسيون ديالك النبيله. مشكل مشكل والله يسر امورك وشكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شي غنقول زعما الوليدات هما اللي كيتكرفسوا غير والله الوليدات اللي كيتكرفسوا. ما عندك شي أبيل نصوني على الوليد؟ شحال نمرة ديالك؟ القيد غنقول لي أنا 07 علاش غتصوني على الضوء؟ خلاني البارح هنا يومشا. شنو؟ خلاني البارح هنا يومشا. خلاك البارح هنايا؟ إيه. إيه 07 08 05 01 94 راه ما طلعش النمر. صافي صافي علاش خلاك من بعد؟ والله ما عرفتش قال لي خرجني هنايا زعما انا عاد بالي غنخرج ندور ونرجع للدار. وعليكم السلام. خويا قولي شكون معايا؟ الو بابا اش معيط ليا عاوتاني؟ علاش صونيت لك جديني؟ علاش خليتي البارح هنايا؟ سير عند امك اصاحبي، قلت لك سير عند امك ما تجيش عندي انا. سير عند امك، ما بقيتش باغي نشوفك لا انت لا هي. سير بعد مني. صاحبي صاحبي نعم اصاحبي. شو ما صاحبي وانت مالك شغلك؟ ياك ولدي ياك ولدي انا وياه عندنا مشاكل بيني وبينه وبين مو ماشي شغلك انت فيهم. شو ما سير اخويا لا بقى فيك دي عندك فكراش والله ما كراش. شو ما سير اخويا سير شو مالك سير الله يسهل علينا وعليك. سير هاكا كدوي هذا نعم. الو بابا نعم اش باغي؟ علاش خليتي البارح انا ومشيتي؟ سير سير قلت لك سير عند امك. سير عند امك وسول علاش. سير اصاحبي بعد مني. علاش انت عند ماما؟ الو كيسكون سيدي مومن؟ توما الراين
نطلقوا الوالده ومارت ليش خرجني انا اليوم البارح خليني نايم بقيت بتشم حدا ديك القهوه واكل شي حاجه ناكل وين ها با يمشي للدار يلا تاكل شي حاجه انا واش تاكل شي حاجه اوخ يلا فين شي بلاصه سلام خويا صباح الخير انا شاف واحد البرنامج الولد معانا الى مرحبا اسمح لينا بعدا فرقاتي هذه اسمح لينا بغينا نشوف اخويا الرياكسيون ديال الناس ردود الافعال ديالهم واش غادي يتعاونوا معاه ولا ما غاديش يتعاونوا معاه صراحه نقول خويا انا بقى فيا فهمتي كليا مسكين راه با خلاه هنا ومشى واي واحد ما يخليش ولده غيمشي حشومه انا جاتني ماشي نورمال كاين ناس كاين ناس بصح تيخليو وليداتهم تيلوحهم للزنقه عندهم مشاكل مع مو ولا شي حاجه هادشي علاش وصافي انا بقى فيا سولت دابا شنو قلت لك انت قلت لي واش مشيت تاكل شي حاجه حيت قال لي يا بيت القهوه هذه بقى فيا مسكين شكرا بزاف مرحبا خويا شنو الرساله اللي توصل للناس اللي ما تخلاو وليداتهم واش ولادهم راه كيبقاو ولادهم اولادهم هاد مادام تشوا لدك الدري ومسكين وكل شيء راه خاصك تهزو وتقوم به شكرا بزاف اخويا الله يحفظك ماشي مشكل هادشي الله يحفظك شكرا بزاف اخويا نعاون حتى لهنا اصدقاء تتكون سالات الحلقه الاولى من تجارب اجتماعيه على شوف تي في انفلونس شفتوا ردود افعال انا بعدا تصدمت منها كانوا بزاف ديال الناس اللي ما كنتش كنتسنى انهم يبكيو لانهم زعما يديروا هاد ردود الافعال هذه شكرا لاي واحد تفاعل شكرا لكم حتى نتوما حيت تفرجتوا ما تنساوش شوف تي في انفلونس حنا الانفلونس تهلاو